اعتصام 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن حق التظاهر حق كفله الدستور والقوانين العراقية النافذة، اليوم خرج أبناء محافظة واسط وطلبة جامعة واسط بتظاهرة حاشدة. تظاهراتنا مستمرة إلى حين تحقيق مطالبنا. المطلب الأساسي والرئيسي هو أنه تشكيل حكومة انتقالية، هاي الحكومة تكون تأخذ على عاتقها تلبية مطالب أبناء الشعب العراقي. ثانيا تسليم قتلة المتظاهرين المجرمين إلى القضاء العادل، كذلك تشريع قانون الانتخابات وتشريع قانون الأحزاب الذي يكشف عن مصادر تمويل الأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة. هذه مطالبنا. أهدافنا، الهدف الأساسي والرئيسي أنه نحن مستمرون بتظاهراتنا واعتصاماتنا لحق تحقيق مطالبنا، ونحن لن نرجع إلى منازلنا حتى تحقيق مطالبنا. أهدافنا، هدفنا الأساسي والرئيسي شنو اللي هو
التظاهرات ستبقى سلمية ومحافظة على سلميتها. نحن بغض النظر عن من هو سيكون رئيس الوزراء القادم، نحن عندنا كمتظاهرون صفات الصفة الأساسية والرئيسية أن يكون مستقل غير تابع لأي جهة سياسية أو حزبية أو غير مدعوم من أي تكتل سياسي. الثاني أن يكون شخصية حازمة وقوية ومستقلة غير تابعة إلى شخصيات نافذة في الدولة. كذلك يكون أن لا يقل عمره عن 55 سنة. ما زال طلاب جامعة محافظة واسط وكل المدارس مستمرين في إضرابها الدوامي والاعتصامات الطلابية، ولن يفتح أي باب للعلم، بل جعلوا من هذا الشارع ثورة القمصان البيض للعلم، لنشر العلم والثقافة في بينهم. أولا يكون مواصفات اختيار رئيس الوزراء الجديد ليس منتمي إلى أي حزب وليس له أي سلطة في هذه الدولة، وإنما يختارونه الشعب من خلال هذه التظاهرات. يجب أن يكون غير منتمي إلى أي حزب وإلى أي جهة مخصصة، يختارونه الشعب ولست السلطات ولست باقي الدول الذي يتدخلون في شؤون العراق. كفى لهذا الظلم وكفى لماذا حدث. فرئيس الوزراء لن يختاره إلا الشعب. نطالب بإعدام كل من سببه في إسقاط قطرة دم في هذه الشوارع العراقية، ونطالب بقناص الشهيد، ويجب إعدام كل من سببه في هذه المجزرة الكبيرة. باسمه باسم طلاب العراق المعتصمين أجمع، إضرابنا عن الدوام حيستمر لحين تحقيق المطالب. أما اغتيال الناشطين والطلاب والصحفيين اللي داي يصير، فإحنا نقول لهم نموت واحد نموت مية، إحنا قافلين على القضية. صفاته المفروض يكون عراقي فقط، لا ينتمي إلى أي حزب وأي جهة سواء دينية أو سياسية، ما ينتمي إلى أي كتلة وغير موجود عليه أي ملف من ملفات الفساد، كذلك ما موجود عليه أي قضية. هذا المطلب الأهم عندنا هو كشف قتلة المتظاهرين، لأنه لو ما هم ولو ما دمهم إحنا ما مستمرين لحد الآن. الأحزاب والميليشيات جاي تحاول بكل الطرق أنه هي تقمع المظاهرات، تسوى عندنا حالة ملل، حالة ركود، حالة سكون، أنه حتى نتراجع ونمل. حاولت بكل الطرق، قامت تفجير، حتى قامت تتعامل ويا داعش، أنه بكل الأحوال حتى داعش جاي ترجعها. عندنا سحالية بكركوك كل بالموصل ولا حتى بالأنبار جاي ترجع حتى التفجيرات. حاولت بكل الطرق كل الأحوال أنه هي تخلينا في حالة ملل حتى نسكت ونتراجع، بس احنا مستحيل راح نتراجع. احنا في العراق كله عنده طبع العناد، فمستحيل انه يريدون نتراجع ولا هاي سويتها راح تقل وراح نتراجع. مستحيل، احنا في طبع العناد، احنا طلعنا من ذاتنا، فمستحيل راح نتراجع وراح نبقى مستمرين لحد ما نحقق كل مطالبنا ولحد ما ناخذ حقنا ويرجع لنا العراق مثل ما اول. يستمر لحد ما نحقق كل المطالب ولحد ما يرجع لنا العراق مثل الاول واقوى، فما راح نتراجع ولا راح نمل ولا راح انه نفكر انه نتراجع. مستحيل لحد ما نحقق كل المطالب. يخافون دول ناشطين صوتهم قوي، صوتهم جاي ياسر على الكل، فيحاولون بكل الاحوال انهم يرجون يقمعون المظاهرات باعتقالهم للناشطين او قتلهم، بس احنا مستمرين بالعكس. كل ما ينتقلون احد او يقتلون احنا راح نزيد اسرار اكثر، احنا لا ناخذ حقهم يلا نطلع. الصفات حالي مثل ما كل الساحات طلبت، انه عدم يكون مزدوجي جنسيه، انه يكون عراق يكون غير تو. المطلب الاهم انه يكون من الساحه، انه هو عاشر ويانا ونزل بالساحه ويانا من 11 الى هذا اليوم. رايدين وطن، رايدين نعيش احنا بكرامه، ما رايدين احزاب، ما نريد اي احد يتحكم فينا، نريد حقنا، نريد نعيش حالنا حال البقيه. ما يتبس بالميدان، 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 ما يتبس بالميدان،
لبسه وكمامات قولوا يا بنت وين لبسه وكمامات قولوا يا بنت وين لبسه وكمامات قولوا يا بنت وين ناموا على التبليغ الله حول التحريم قولوا يا بنت يا سياسة الأحزاب، يا سياسة الأحزاب، يا سياسة الأحزاب.
شبابيه ما حد قادها السلام عليكم. طبعا وياكم احد المتظاهرين في محافظة واسط بالكويت، تحديدا في شارع المحافظة من قلب الاعتصامات الواسطية، ومستمرين طبعا مظاهراتنا من 11 الى هذا اليوم. الحمد لله وشكر خدماتك ودعم موجود، يعني كل شيء يريد المتظاهر، كل شيء يحتاجه موجود، من اكل من شرب من منام، كل شيء موجود الحمد لله وشكر. ما هي اهدافكم بالتظاهرات؟ يعني اهدافنا معروفه والكل يعرفه، انه استقاله الحكومه جميعا، مو واحد، مو شخصيه محدده، حكومه كامله، شكل حكومه جديده احنا نرشحهم، تعديل قانون الانتخابات، والاحزاب ما لهم وجود بعد بالعراق ان شاء الله. طبعا نحن خرجنا من يوم 11، وثم عدنا خروج مره اخرى يوم 25 باكتوبر، طالب ابي يعني اهم شيء ان يكون لدينا وطن، اهم مطلب للشعب العراقي. يعني بالزمان 2014 و2013 و2011 من خرج الشعب العراقي كان يطالب بالكهرباء وبالماء وهذه الخدمات، لكن بعد 25 اكتوبر الشعب العراقي شعر انه مسلوب الوطن ومسلوب الاراده، واهم مطلب للشعب العراقي حاليا هو الكرامه. نحن نبحث عن الكرامه، نبحث عن الوطن الذي للجميع، الوطن الذي لن يختص بطائفه معينه ولا يختص بقوميه معينه، وطن السنه، وطن الشيعه، وطن الاكراد، وطن الايزيدي، وطن كل طوائف الشعب العراقي. نحن خرجنا من اجل استرداد الوطن اول، وثانيا من اجل اصلاح العمليه السياسيه. نحن لسنا دعاة عنف ولا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، خرجنا بسلميه. كل اعمال العنف وكل اعمال التخريب لا تمثل المتظاهرين السلميين، المتظاهر السلمي هو الذي يخرج بسلميه غير ليس بمنهجه ولا قانونه العنف. مطلبنا هو رئيس وزراء يقتضيه الشعب، واكرر يفتضيه الشعب، يعني رئيس وزراء غير تابع للاحزاب، لا يمتلك جنسيه اخرى غير الجنسيه العراقيه، ان يكون عراقي، وهذا اهم شيء، ان يكون ليس لديه اي ميول للخارج، لا دول اقليميه ولا دول خارجيه خارج العراق. اعتصام اعتصام يلا نصبوها الخيام
منصور يا بغداد. 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 ونحن على تظاهراتنا واعتصامنا وعصياننا المدني السلمي الذي حق كفله الدستور للشعب العراقي وللمواطنين. وبما إننا أي الشعب مصدر السلطات، قررنا لا أحزاب بعد اليوم في عراقنا الحبيب. إخواني العراقيين، اليوم جميع القطاعات في العراق معطلة، لا قطاع تعليمي، لا قطاع تعليمي ولا قطاع صحي ولا قطاع صناعي ولا قطاع زراعي. اخواني الباسبور اندكس اللي صنفت الجواز العراقي ثاني اسوأ جواز بالعالم، العراق ثاني اسوأ جواز بالعالم بعد جواز افغانستان. منظمة دانفوس صنفت العراق خرج عن النظام التعليمي، خرج عن النظام التعليمي مع 5 دول. هذا العراق، العراق وصلوه بفضل سياسة الأحزاب الفاسدة اللي تسلقت على دماء الشهداء. هاي الدماء اللي طيناها، أسألكم بالله، تعبتوا وأني أعتذر طولت عليكم. هاي الدماء اللي طيناها ترست من لاجات شهداء العراق فوق 5000 شهيد الطينة، 20000 شهيد جريح الطينة، معتقلين حتى يسنون قانون هالمين عاد. ولكن شيخ بيه الظهر ينشال، اصطف القاعة الفساد من زبالة التاريخ، والتاريخ يشهد. مو كل اللي بس تعقال صار من الزلم ينعاد، ولكن شيخ بيه الظهر ينشال، اصطف القاعة الفساد من زبالة التاريخ، والتاريخ يشهد. اطلع دمه بساحة التحرير، زلمة ينعد بأسد.
احنا سلميتنا باقين اليوم وباكر بعد اسبوع بعد سنه بعد مليار سنه باقين احنا ان شاء الله هنا وما راح نعوف التحرير ولا نعوف اراضي وسوح الاعتصام حتى تغادرون كلكم. واحنا الحمد لله والشكر هاي سياح ومتونسين وقاعدين وكل شيء ما عندنا وكل شيء ما ورانا معتصمين لحد ما تطلعون وتخزون انه تحولون ثورتنا من سلميه وتجروها الى ثوره حربيه او ثوره حمل السلاح. احنا نحمل الورد ونحمل العلم العراقي ونحمل السياح المنتوج العراقي. اهدافنا ابو خروت كل الاحزاب الفاسده لان كلها فاسده وكل السياسيين اللي كانوا موجودين بالحكم كلهم يطلعون. احنا نريد ثوره جديده، نريد وجوه جديده، نريد شباب، نريد ناس تقود البلد من المكان اللي وصلتونا به ان شاء الله الى بر الامان. صفات رئيس الوزراء الجديد ان يكون مستقل 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 عراقي ويحب العراق. لا جامعة وسط يبدون المتظاهرات لإلغاء الأحزاب وإلغاء المحاصصة وإضافة إلى تحقيق المطالب المشروعة اللي هي مشروع الشعب العراقي. صفات رئيس الوزراء الجديد أن يكون من رحم الشارع العراقي، من رحم الانتفاضة، من رحم ثورة أكتوبر، وأن لا يكون مسيس ولا يكون حزبي، وأن همه كله إلى الشعب العراقي العظيم. بالطبع اغتيال الناشطين هم جهات معروفة كان يسمونها الطرف الثالث، وإنما نحن نعرفها حق المعرفة وشخصناهم وسوف ينال منهم التاريخ والوطن إن شاء الله. اليوم كلنا كعراقيين متواجدين نتظاهر لأجل مطالبنا الواضحة اللي هي مطالب وطن. كل العراقيين اليوم حاضرين يد وحدة متكاتفين مع بعض حتى يطالبون بوطن واحد، وطن موحد بعيد عن كل الأحزاب الفاسدة، بعيد عن كل الفاسدين، بعيد عن كل التدخلات الخارجية. ساحة التحرير طالبت برئيس وزراء ذات مواصفات أولا يكون عراقي غير مزدوج الجنسية، بعيد عن الفساد، رجل أيده غير ملطخ بالدماء. ما يقدرون علينا، العراقيين توحدوا، لم يتوحد العراقي في تاريخهم مثل هذه اللحظة. العراقيين توحدوا كلهم يد واحدة ضد كل الأحزاب، ضد كل الفاسدين، وما راح تقدر أي قوة خارجية تسيطر على البلد. أول شيء يعني وأهم شيء إنه هو يكون يعني جنسيته عراقية، عراقية فقط، ما يحمل أي جنسية ثانية، وإنه ما يكون تابع لأي حزب معين، يكون همه فقط إنه يتقدم بحال العراق لا أكثر، بحال المواطنين يعني. طبعاً ما يدري في الساحة الآن جميع الناشطين الذي يقومون بدور فعال قد تم تصفيتهم واغتيالهم من قبل جهات لم تعلن عنها الحكومة العراقية، ولكن هذا هو دليل واضح على ضعف الأحزاب المتمسكة بالسلطة، وهذا ما قامت به. اليوم نشاهد جيل واعي، جيل ناضج خرج اليوم جاي يهز عروش الأحزاب المتمسكة منذ 16 عاما، وهذا دليل واضح على ضعف أداء الأحزاب المتواجدة في السلطة. طبعا برأي اختيار رئيس وزراء جديد هو أن يكون من رحم هذه الساحة. طبعا اليوم العرش الإيراني قد اهتز بصورة مرعبة لديهم. اليوم جميع الأحزاب الإيرانية هي حاليا يعني نوصفها نقول بفترة وانتهت من الحكم العراقي. اليوم كانت الحكومة العراقية متسلطة بها الحكومة الإيرانية، اليوم ذهبت ولم تعد إن شاء الله. شعب العراق شعب عانى الأمرين من تسلط الأنظمة والحكومات الفاسدة، فهب أبناء الكوت الغيارة في ساحة الاعتصام في ساحة مجلس محافظة واسط. أهدافنا بالتظاهر، إحنا أهدافنا نريد عراق حر كريم مستقر إن شاء الله، كل الحقوق مساوية به، لا فرق بين برلمانيين وسياسيين، الكل تخضع لقانون وانضباط الدولة. أول صفة لرئيس الوزراء الجديد أن يكون نزيه
وأن يكون عادل وأن يخدم أبناء العراق العظيم بما تتطلب المصلحة العامة إن شاء الله. الإضراب راح يستمر إلى ما لا نهاية. إحنا لا يخادعونا بغير رئيس وزراء، رئيس جمهورية ذهب إلى أقليم كردستان. العراقيين لن تخدعهم هذه لن يخدعهم هذا الكلام، باقين في ساحة الاعتصام إلى أن يتحقق النصر إن شاء الله. لعنة الله على من قتل ناشط صحفي إعلامي، ذول أخوتك أبناء جلدتك أبناء العراق العظيم، لماذا تغرر بكم بعض الدول والدول العالمية والاستكبار العالمي وتقومون بقتل أبناء جلدتكم أبناء العراق العظيم؟ نقول لكم باسم العراق العظيم نبقى منتصرين. العراق وكافة المحافظات خرجت من أجل التغيير، التغيير في جميع مفاصل. عندما نقول تغيير هو التغيير حكومة وليس دولة. اختيار رئيس الوزراء هذا هو مطلب جماهيري. لو اختيار رئيس الوزراء نريد أن يكون مستغل غير منتمي إلى أي جهة يلبي مطالب المتظاهرين. المتظاهرين اليوم اختاروا عدد من الشخصيات وعدد من المطالب. هناك جملة من النقاط التي يريدها هؤلاء المتظاهرين مثل ما ترون الآن، سواء في محافظة واسط وفي كل المحافظات متفق اتفاق على أن يكون رئيس الوزراء مستقل. هناك شاهدنا في الأيام الأخيرة للأسف الشديد الكتل جاءت برئيس وزراء متحزب. يا أخي يا أصحاب الكتل، يا أصحاب المناصب، نحن نريد رجلا يمثل رئيس الوزراء أن يكون مستقل خارج الكابينة الوزارية حتى تتحقق مطالب المتظاهرين وأيضا احتراما لدماء الشهداء. لا نريد رئيس وزراء منتمي إلى أي جهة، لأن هذا رئيس الوزراء عندما تأتي به الكتل قد يؤدي إلى تصاعد التظاهرات وأيضا إلى بقاء المتظاهرين على اختيارهم لهذا الرئيس الوزراء. للأسف الشديد هذا العمل هو عمل جبان، وهذا عمل هو عمل أيضا ما يرضي به لا الشرع ولا القانون. الناشط عندما خرج هو خرج يعبر عن ما موجود، خرج بتظاهر سلمية، خرج حبه لوطني، خرج لحبه لغيرته على بلده، يريد حياة كريمة، يريد أن يكون عدالة بيننا وبين الآخرين. فهذه الأصوات للأسف الشديد حاولوا أن يسكتوا هذه الأصوات، لكن هم ليعلموا بأن الأصوات كل ما ينقتل صوت تخرج عنه 100 صوت أو 1000 صوت. المواصفات العامة بالنسبة لرئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون غير متحزب لجهة سياسية، وأن لا يكون مشترك في العملية السياسية منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا، وعلى أن يكون لم يرتكب جرما بالفساد الإداري أو المالي. هاي أهم الشروط الواجب توفرها في رئيس الوزراء المقبل. كمدرسين ومعلمين يستمر إضرابنا حتى تحقيق المطالب التي هي تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع العراقي. منذ عام 2003 ولحد الآن لم نشعر بوجود دولة مؤسسات، بل هي دولة أحزاب تنتمي إلى جهات خارجية وتمويل خارجي وولائها للجهات الخارجية. مع كل الأسف هذا الآن عندي بالنسبة 2 خريجين صار 3 سنوات نيجي كأنه شهادة ابتدائية يعين في درجات عليا. عندي مهندس كهرباء وإدارة أعمال في جامعة واسط كلية إدارة واقتصاد 3 سنوات. يعني بالنسبة للخليج حتى لو تخرجوا أبنائنا شنو مصيرهم؟ المصير اللي نتراجع. فثورتنا مستمرة حتى لو أريقت دماء الملايين من العراق، لأنها هي ثورة وجود أو لا وجود. حينما هم أصروا على وجودهم يشعرون بأنهم إذا نزلوا من هذه الكراسي العاجية بأنهم يفقدون حياتهم. لماذا؟ لأنهم مرتكبي الجرم المشهود بقتل المتظاهرين وبفسادهم الإداري وتهريب ثروات البلد إلى دول الجوار. نتظاهر من أجل إعادة الهوية الوطنية أولا، لأننا افتقدنا الهوية الوطنية منذ أن جاءونا على ظل الدبابة الأمريكية. فهؤلاء مرفوضون وسنستمر حتى تتحقق الأهداف حتى لو قتل. والآن الكرة هي في ملعب وساحة البرلمان العراقي، حتى مو رئيس الجمهورية، لأنه المعرقل الرئيسي للرئاسات الثلاث هم البرلمان. أعضاء البرلمان في المستقبل القريب سيكونون أهدافا للثوار في عموم محافظات العراق، لأنها الكرة في تأسيس دولة مدنية تعود منين؟ تنبع من قبة البرلمان.